ولازم اتبعه يوم. تهم نويتي على فراق امك سرا؟ المرة غير تتبع زوجها. احنا كبرنا وصار لنا فترة من قطعنا مهر، وبصراحة مدى احس الوقت ملائم للزفة، ودا نحس وضعكم كل الصعب. قررنا هم نسويها سفرة عمل وهم هي سفرة الزواج. سراب سراب، يوم ما انتي هم تخذليني؟ يوم اني ما خذلتك، بس عمل نجيب انتقل المحافظة بعيدة واني لازم اتبع الزوجي. انتي مو علمتينا من الصغر المرأة لازم تتبع زوجها وين ما تستقر بيه الظروف؟ مدى تشوفين حال امك يما؟ يوم اني شقول اللي ارتقوله يعني ضروري يوصل بيكم الحال لهالدرجة؟ معقولة؟ معقولة انتوا اللي بديتوا حياتكم وشبابكم تبنون وتكافحون سوية وواحد يحب الاخ؟ اصلا اني مدى اتصور انت شلون تقدرين تقاومين وحدتك بليا؟ يوم انتوا انخلقتوا واحد وما يصير اثنين. يوم تذكرين من جيتي توقعين شلون كان بابا يقعد عدرا سريرك؟ كان إنسانه وينسى نفسه، وحتى وظيفته كان يعوفها، وانتي هماتين من كان بابا يوقع جيت تواسيه وتعالجيه وتحكي له سوالف من حكيك الحلو. ش عجب هسه؟ هو غير هو يوم هو لو المشوار اللي رحنا بيه كنا، هو لو طمع الدنيا. يوم ما تشوفين كنا قبل الورث احسن؟ كنا ناكل ونشرب ونضحك ونلتم ببيوتنا الثلاثه، عبالك بيت واحد واسره واحده. طيب اللي صار واللي جرى شنو وليش؟ الوقت بنتي الوقت. لا والله يوم، احنا لهفتنا على شي ما لنا جهد بيه، وقفنا اللي بنيناه بجهدنا وتعب اعصابنا، ركضنا على المال ونسينا محبتنا، على الاملاك وقفنا قلوبنا. هذولا احنا لا قبضنا ملاكنا ولا ربحنا بعضنا. ويا كل هذا اقول ليش ولجل من؟ اكو شي يستحق تتفلش هاي العشره الحلوه وتتكدر هاي الوجوه الطيبه ويحل الدمار بيوتنا بدل نعيمها واستقرار احوالها؟ اسأليهم. لا يوم، اسألك انت اول مره، واسأل خالتي منيره وخالتي بسعاد. مساء الخير. مساء الخير ابني. العفو، استاذ شاهين موجود؟ من نقول لي؟ مازن. تفضل ابني تفضل. اهلا اهلا. اهلا مازن. اهلا اهلا. شلونك عم شاهين؟ يا اهلا بيك. انا جاي اعتذر، وانا اشكرك هواي عمو شاهين. استغفر الله ابني، احنا ما سوينا غير الواجب. واجب؟ لا والله، انتوا اديتوا اكثر من الواجب، يعني خليتوني اهلا مازن. شلون شفتي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويسلم لنا هالاب الرائع اللي يعجز لساني عن مجازاته. عمو شاهين، انت اعطيتني فرصه جديده للحياه، خلقت مني مازن جديد. بالعكس، انت ابني ونجوى بنتي، يعني معقوله اتخلى عنكم ابني؟ الله يخليك ويسلمك. انا جاي انطي كلمه للايام الجايه، بس هسه ما بيدي برهان، جاي هنا امتحان مثل ما يقولون. الحمد لله اللي هسه عرفت طريقك، رب ضاره نافعه، واللي هسه هالصدمه نفعتك. نفعتني؟ بالعكس غيرتني، خلقت مني مازن جديد. بالمناسبة جاي أهني أختنا نداوي بمناسبة الخطوبة، وأتمنى أن تقبل هديتنا هذه أنا ونجوى. شكرا جزيلا. شلونها هسه هي؟ الحمد لله زينة وتسلم هواية. الله يسلمها. أنا ناوي أمر لها، بس أرجوك مازن إذا تشوفها قول لها إنه ندى وأبو ندى يظلون أهلها اليوم وباكر ودائما، وش ما تريد تدلل.
بارك الله فيك. اجيت بوقتك ابني. انا مسويه عشاء مخصوص لعمك شاهين حتى تاكلون سويه على الواهس. تسلمي نعم الله يخليك. يا اهلا ومرحبا. ايه مازن، هسه شناوي مناوي؟ والله شو اقول لك عمو شاهين، يعني مثل ما يقولون الراد استعاده الثقه. وتعرف استاذ شكري سحب نفسه حق الرجال، واكو هناك مشروع، يعني بس مشروع بالنعمانيه يراد له مدير، بس يراد له كفاله. احنا ما شاء الله ما خلينا واحد يعتب على واحد، يعني قصرنا ويا الكل. انا اكفلك. نتا عزيزتي انت افضلك هوايه علينا، وهذا مشروع. مع ذلك انا اكفلك. ليش حاجه؟ اريد اتاكد انه انا على حق ولا لا. أقول أنت جد فكرين وين نفسك؟ أنا أحس أنه أنت إنسان جيد، بس بحاجة إلى فرصة. بس؟ مو أكثر. بعدين نجوى أختي ولازم أوقف لها في يوم من الأيام. أنا إذنكم. العفو. أنت ابننا مازن، شنو فرقك عن نجوى ونزار وندى؟ لا تدوخ، تنجح. حياتي البارحة من يمت مثل سمكة ماكلة حقة زهر. هسه شو خبصتيني انتي الغراض الغراض؟ الغراض تتدبر. المهم انتي شلونك؟ ها؟ طبعا ضروري. وكلش. سوى تقولي البارحة ايش حكينا؟ ايش وقضيناها من محل لمحل ووكيلي ودينا ووكيلي رجعنا. بس ولا يهمك. داعيج حاسب الكل شي حسابه. حتى لو اعرف اشيل ماكينه واشلك اياها. انت شو مدوخه راسك بهالموضوع يا معوده؟ استاذ عبير شوف القائمه هاي. ها صح ورد. ايش قلتي؟ ارجوك سحر لا تظلين عاد تجرين بظهرك. مو منعون سلفه سلفايه على مودك. اي اللي صف المطعم اللي براس الشارع. اي يا من الفرع اللي يروح على المخازن مو صار. انا هسه جاي. مع السلامه. وين ليث؟ وين راح فائز؟ انا مو دا اسالك ليش ما تجاوبني. شنو معقوله؟ زين زين ليث، اذا اجى لا تقول له اللي خابره. تفتهمت؟ دير بالك على المحل. يلا. شفت بالله عليك ما تعرف وين يسرح هالولد هذا. صاير مو طبيعي. لا حتى بابا كان املي تتعلمين بنتي. البيت ما ينبني على ولد طايش، لان اساس البيت مراه عاقله. ومن زمان قالوها العقل زينه الكره زينه. ايتني